السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة في السودان هذا المساء، أبدأها بأبرز العناوين. الاتحاد الإفريقي يتوقع صدور قرار من مجلس السلم والأمن الإفريقي بعودة السودان لمنظومة الاتحاد الإفريقي. ولولاية نهر النيل يتفقد وقف ويقف على حجم خسائر الخريف التي لحقت بقرى ومناطق محلية أبو حمد. إذن وصول قوات الدعم السريع لمدينة بور السودان على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة في الصراع القبلي بين البني عامر والنوبة والذي أدى إلى خسائر مادية وبشرية لدى الطرفين. إذن وصلت قوات الدعم السريع لمدينة بور السودان على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة في الصراع القبلي بين البني عامر والنوبة والذي أدى إلى خسائر مادية وبشرية لدى الطرفين، حيث كان في استقبالها على مدخل المدينة وللولاية المكلفة لواء الركن حافظ التاج مدني، وقد طافت القوات المدينة وسط ترحيب كبير من سكان الولاية. هذا ويعقد الوالي اجتماعا مع لجنة الحكماء وبعده مع الإدارة الأهلية للأطراف المتنازعة. وأكد المحلل الاستراتيجي رشيد محمد إبراهيم أن وصول قوات الدعم السريع تم بعد مناشدات عديدة من طرفي النزاع ومن مواطني الولاية بصفة خاصة، وأن ذلك يمثل تجديدا لثقة الشعب السوداني في قدرته على بسط الأمن والاستقرار في ولاية البحر الأحمر، وكذلك إعادة الأوضاع لسابق عهدها. شاهدنا لمعرفة المزيد معنا عبر الهاتف من بور السودان قائد متحرك الدعم السريع بالبحر الأحمر السيد العميد سيد أحمد فتح الرحمن. سيد العميد مساء الخير. مساء النور عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا. إذا قوات الدعم السريع وصلت استجابة لدعوات حكومة الولاية وكذلك توجيهات اتحادية، ما المهام التي ستطلع بها هذه القوات؟ الحمد لله نحن وصلنا مدينة بور السودان، وكان في استقبالنا السيد والي الولايه والسيد غايد الاتجاه البحر الاحمر الاستراتيجي. نحن وصلنا الولايه الحمد لله بتوفيق كامل من مجلس السياده لبسط هيبه الدوله، فرض هيبه الدوله وبسط الامن. ونحن من هذا المنطلق نؤكد للمواطنين والسودان نحن ان شاء الله نعمل جاهدين على حفظ الامن وعدم التفلتات ان شاء الله. نعم. بالتنسيق مع السيد الوالي ان شاء الله تنسيق كامل، ونطمن المواطنين ان شاء الله انه الاحداث المؤسفه اللي حصلت يعني ان شاء الله تكون نهايتها في القريب العاجل باذن الله تعالى. يعني المهام، لم تحدثني على المهام، هل المهام هي الفصل بين الاطراف المتنازعه؟ المهام هي الفصل بين الاطراف المتنازعه ووقف نزيف القتل والاقتتال باذن الله تعالى. نعم، أشكرك جدا سعادة العميد الركن السيد أحمد فتح الرحمن قائد قوات الدعم السريع التي تحركت ووصلت إلى ولاية البحر الأحمر، شكرا لك. توقع مبعوث الاتحاد الافريقي محمد الحسن ولد لباد صدور قرار من مجلس السلم والامن الافريقي بعوده السودان لمنظومه الاتحاد الافريقي، واكد التزامه بمتابعه سير تنفيذ الفتره الانتقاليه مع الاطراف السودانيه. وقال لباد ان مجلس الامن والسلم الافريقي سيجتمع خلال الفتره القادمه وذلك لبحث التطورات بالسودان تمهيدا لاتخاذ قرار برفع تعليق عضويه السودان وعودته للبيت الافريقي، واكد وقوفه التام مع السودان حتى يتم تنفيذ الاتفاق وإنزاله على أرض الواقع. يذكر أن الاتحاد الأفريقي قد علق عضوية السودان في يوليو لحين قيام حكومة مدنية انتقالية تمهيدا لنظام ديمقراطي يسع الجميع. أكد والي غرب كردفان المكلف عبد الله محمد عبد الله أن مرحلة السلام التي بشر بها رئيس مجلس الوزراء القومي تمثل أولوية قصوى في برنامج حكومة الولاية. وقال عقب اجتماعه مع مجلس قوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية إن الإعداد لمرحلة التحول الديمقراطي المنشود يحتاج إلى تضافر الجهود والعمل بيد واحدة لتحقيق عملية السلام والاستقرار. وأشار الوالي إلى ضرورة التواصل مع كافة الأطراف بالولاية للإسهام في عملية البناء الوطني،
والعمل على تنوير الشباب ولجان المقاومة وتبصيرها بمخرجات الاجتماع للاطلاع بدورها في هذه المرحلة المهمة من عمر البلاد. ناقش الاجتماع مرحلة السلام التي بشر بها السيد رئيس الوزراء التي ستضم كل الإخوة في الحركات المسلحة والغير موقعة على الميثاق، وواحدة من أولويات الحكومة القادمة وأولوياتنا أيضا إحنا في حكومة الولاية هي السلام بإذن الله تعالى. أمننا على ضرورة تنوير القواعد بكل مخرجات هذا الاجتماع حتى يتم تبصير الشباب ولجان المقاومة في المحليات المختلفة للإطلاع بدورهم في المرحلة القادمة للمحافظة على الأمن والاستقرار وبناء الوطن. وفي سياق كذا الناطق الرسمي باسم مجلس قوى إعلان الحرية والتغيير بغرب كردفان حسن شيخ الدين جاهزيتهم للمرحلة الجديدة ودعم مواطني الولاية إلى ضرورة توحيد الصف الوطني والإسهام في عملية إرساء قواعد النظام الديمقراطي. نحن قوى الحرية والتغيير مواعيدنا جاهزة للمرحلة الجديدة، وبنطلق نداءنا لكل مواطني الولاية أن نصطف خلف المرحلة الجديدة موحدين، ولا خيار لنا غير أن نثبت ونرسي قواعد النظام الديمقراطي البديل للنظام الأحادي، ولا بديل لنا في حسم كافة اختلافات رؤانا ومفاهيمنا، لا بديل للحوار ولا بديل للسلمية التي حافظت على دمائنا وحافظت على ممتلكاتنا في وطننا كله. التقى المدير العام لجهاز المخابرات العام الفريق أول أبو بكر دنبلاب بالمنسق المقيم للأمم المتحدة في السودان بحضور المدير القطري لليونيسيف، وقد استعرض اللقاء أنشطة مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة والوكالات الأممية العاملة بالبلاد. من جانب أكد السيد المدير العام اهتمام الجهاز وتعاونه مع مكتب المنسق المقيم والوكالة الأممية العاملة بالبلاد وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لها بما في ذلك سلامة وأمن العاملين في مكاتب وكالات الأمم المتحدة بالسودان. وكشف عن شروع الجهاز وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في إنشاء آلية وطنية لضمان سلامة العاملين في الأمم المتحدة بالسودان، وأنه شخصيا سيتابع ذلك، وأن أبواب الجهاز مشرعة للتواصل والتفاكر من أجل خدمة الأهداف الوطنية المشتركة. أعلن والي ولاية نهر النيل عبد المحمود حماد لدى تفقده المواطنين والوقوف على حجم الخسائر التي لحقت بقرى ومناطق محلية أبو حمد عن تخطيط وتنظيم قرى نموذجية سكنية بمناطق آمنة مع توفير الخدمات الأساسية والضرورية لضمان استقرار المواطنين وتأمين حياتهم مستقبلا. وقد فقدت أكثر من 100 أسرة بمحلية أبو حمد شمالي ولاية نهر النيل مأواها نتيجة للأضرار التي لحقت بها جراء السيول والأمطار، كما تأثرت بذلك العديد من المؤسسات والمرافق الصحية والتعليمية. مون على الزيارة. في أقل من أسبوعين وبمعدلات أمطار فاقت التوقعات، ضربت ولاية نهر النيل من أقصى جنوبها إلى أدنى شمالها أمطارا وسيولا مدمرة لم تسلم منها أجزاء واسعة من محلية أبو حمد ذات المناخ شبه الصحراوي. وفقدنا موانا وحن قاعدين في العراء زي ما شفتونا هسي، يعني وإيش لا بطانية ولا سكن ولا موية ولا المواد التموينية التي وقع فوق الحيطة وقعت فوقها، اي حتى هدومنا لابسينها فضلنا تحين دي. يعني نتقدم بالشكر لوالي الولايه وركبه الميمون على الزياره التفقديه والوقوف على حال الناس اللي في العراء والناس اللي محتاجين لمساعده عاجله، وهم مشكورين والله قدموا مساعدات، وكذلك ديوان الزكاه المحليه وغرفه الطوارئ المحليه.
عشرات الأسر والمرافق في قرى ومناطق محلية أبو حمد تأثرت جراء الأمطار والسيول ولحقت بها أضرارا ماحقة، رغم ما بذلته غرفة الدفاع المدني بالمحلية من تدخلات قبل وبعد الخريف. حكومة ولاية نهر النيل ولجنة أمنها وغرفة الدفاع المدني الولائية استبقت زياراتها التفقدية لمحليات أبو حمد بتقديم مساعداتها ودعمها، لكنها ميدانيا وقفت على حجم الأضرار وتعهدت بالمزيد. هناك بعض المعينات المغدرة التي يعني دفعت ليهم، ونحن الحقيقة يعني شفنا دمار يعني أصاب هذه المنطقة، تمثل في يعني دمار ل 96 منزل وعدد كبير من المنازل الأخرى متضررة. من خلال جلوسنا معاون وتفاكر وتشاور هون أغروا إغرار كامل بأنه هذه المنطقة نحن الآن واقفين فيها لا تصلح للسكن. وجهنا طوال المدير التنفيذي بتاع المحلية وأخونا يعني سمير بأنه يعني يخططوا غرية نموذجية وترحل فيها بقية الغرية كلها. نحن التزمنا التزام تام والتزام قاطع أنه نوفر الكهرباء ونوفر الموية ونوفر الخدمات الصحية والاحتياجات بتاعت الغرية. ومع جهودها المبذولة في تأمين القرى والمناطق من خطر الأمطار والسيول والحد من تداعياتها وإفرازاتها السالبة، تبذل حكومة نهر النيل جهودا موازية لتأمينها من فيضان النيل. عصام الحكيم، الشروق، ولاية نهر النيل، محلية أبو حمد. مشاهدينا، وللمزيد حول أوضاع الفيضان وبناء على ما يصدر من اللجنة العليا للفيضان بوزارة الري والموارد المائية، نسعد جدا ومتابعة الإنذار المبكر أن يكون معنا داخل الاستوديو رئيس وحدة الإنذار المبكر بالأرصاد الجوي المهندس أبو القاسم إبراهيم إدريس. مساء الخير باشمهندس. مساء النور. مرحبا. نحن لدينا طبعا الخرط، نشكر التعاون الذي أبدجتموه معنا في الأيام الماضية. لدينا الخرط حول توزيعات الأمطار في مختلف ولايات السودان وكذلك الدرجات الحرارة المختلفة معنا، لكن دعنا نقول إلى أي مدى نستطيع أن نقول إنه الآن نحن تجاوزنا المخاطر في خاصة جنوب الفاصل المداري؟ المخاطر تجاوزنا المخاطر في المناطق الواقعة شمال الفاصل المداري حقيقة. الفاصل اليوم موجود جنوب أضبر الآن، وهناك رياح شمالية في المناطق الشمالية دخلت على السودان، لكن تراجع الفاصل بيكون في أمطار في الحزام بتاع جنوب الأواسط والأجزاء الجنوبية بشكل كبير. بيكون في أمطار في دارفور، ولاية دارفور بغزارة، وأمطار في مناطق ولايات القضار في سنار والنيل الأزرق بشكل طبعا كثير. هذه الخرطة معنا، ممكن لك أن تعلق على هذه الخرطة التي تغطت مساء اليوم. نعم، دي خريطة بتوري مناطق السحب الرعدية، عند قمر صناعي بيلتقط فقط المناطق اللي فيها السحب الرعدية الممطرة، فدي باللون الأحمر بتظهر لو لاحظت في ولاية القضارف وفي الجزيرة كان في أمطار، وحتى الآن موجودة في ولاية الجزيرة، وفي سحب في جنوب كردفان، وفي ولاية دارفور في سحب كبيرة جدا جدا كانت تهطل خاصة في ولاية غرب دارفور والأجزاء الجنوبية الشرقية من ولاية شمال دارفور. نعم. الكثافة باللون الأحمر باشمهندس هي الآن موجودة على كما نتابع في هذه الخرطة في شرق وغرب السودان. أيوة موجودة. دي ما قلت لك المطر ده تراجع الفاصل بهذا الشكل يؤدي فرصة لهطول أمطار في الغرب والأجزاء الجنوبية والأجزاء الشرقية ولاية القضارف، يعني في يوم بكرة نتوقع أنه حتى الأواسط برضو تكون فيها أمطار، وفي السحب زي دي حتظهر في الأواسط برضو. لكن المطر في الفترة الجاية بتركز أكتر شيء في جنوب خط 15 اللي هو الخرطوم واقع في 15.5 يعني جنوب الخرطوم. جنوب الخرطوم يعني ممكن مرات تلقى سحب دخلت في كمية الأمطار بالملي لو بالمليمتر. أنا أتوقع الخرطوم كده أمطار خفيفة، ما أتوقع أمطار غزيرة في الخرطوم في على الأقل في الأسبوع الجاي. يعني هذه خرطة توضح حركة الرياح تقريبا. طبعا دي حركة الرياح، ولو لاحظته اللون المائل للإحمرار في الشمال بيوريك المناطق اللي دخلتها رياح شمالية، في مناطق تعتبر جافة ما في احتمال مطر. المناطق اللونها يعني افتح من ناحيه الجنوب دي المناطق اللي فيها رياح جنوبيه رطبه. لاحظتوا في الالتقاء، محل الالتقاء دائما هو الفاصل المداري. ما الذي نفهمه من هذه الخرطه؟ ما الذي نفهمه؟ حركه الرياح قويه ام الرطوبه قلت تقريبا؟ الرطوبه قلت، اتجهت الحزام بتاع الرطوبه رجع جنوبا.
هو الكتلة الهوائية لما تسيطر الكتلة الجنوبية بتقدم الفاصل المداري ناحية الشمال. لما الهواء بيقوى في الشمال بيضعف الهواء الجنوبي بيجي الفاصل راجع، وهذا ما يحدث الآن. الفاصل في حالة عودة إلى المناطق الجنوبية، وده بيصحب أمطار في مناطق كثيرة. والوضع ده يتوقع أنه يستمر في هذا الوضع لحد على الأقل الأسبوع الأول من سبتمبر. سبتمبر برضو فيه أمطار لكن دائما بتتركز في المناطق الجنوبية. يعني نستطيع أن نقول باشمهندس أنه نحن الآن في نهاية الخريف؟ ما زال في سبتمبر هو اللي بيدي أمطار برضو لبعض الولايات، ما زال بحسب عينات الخريف يعني. في لسه نحن في عينة فيها رعد وأمطار سريعة، زي ما المزارعين بيسموه مطر الدخان، بيكون في شهر 9 يعني. 9 ما بنفس الكثافة بتاع 8 لكن في أمطار في مناطق مختلفة يعني. ماذا عن النيل؟ النيل طبعا انت جيت للحتة الحساسة الآن. نحن بالنسبة للأمطار الوضع تقريبا ماشي كويس يعني، لأنه المناطق اللي فيها الأمطار حاليا دي مناطق تحتاج للمطر. لكن النيل كذلك تراجع الفاصل بالشكل ده بيدي مياه غزيرة في نهر في النيل الأزرق. هذه الخطة توضح أول هذا الجدول يوضح ماذا؟ جدول فيه دي نشراتنا اليومية اللي قاعدين نطلعها، بنوري فيها موقع الفاصل المداري، بنوري الأمطار متوقعة في أي مكان في 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 السودان يعني. لكن الشيء اللي عايز أقوله أنه هسه حاليا في أمطار في الهضبة الأثيوبية. تواصلي مع إخواننا في وزارة الري قالوا أنه النيل اليوم كان راجع يعني في نزول في المستوى، لكن نتوقع انه يزيد بعد الامطار اللي حتصب في الهضبه. وفي حاليا سحب بكميات كبيره في ولايه سنار والنيل الازرق، برضه ممكن تساهم في زياده في يعني الحذر للقاطنين على مقربه من النيل. هذا الحذر قائم ومناسب. وزاره الري كذلك قالوا انه الحذر في ولايات سنار والجزيره والخرطوم ونهر النيل لازم في حذر يكون موجود حتى يعني الان. حتى الان يعني ممكن النيل يفيض؟ ممكن زيادة، ممكن يكون في زيادة يعني في منسوب النيل. هم طبعا حيتابعونا الري، لكن احنا في المطر شايفينه ده ممكن يزيد المنسوب حسب توقعاتنا. نعم، اشكرك جدا على هذه النقاط التي اوضحتها لنا، والتعاون كذلك من هيئة الارصاد الجوية، وانت رئيس وحدة الانذار المبكر الباشمهندس ابو القاسم ابراهيم ادريس. شكرا لك. شكرا جزيلا. تفقد والي ولاية شمال كردفان المكلف اللواء ركن الصادق الطيب عبد الله المصادر الجنوبية لمياه مدينة الأبيض، وذلك في إطار جهود حكومة الولاية لحصد أكبر كمية من المياه هذا العام. وكشف الطواف الجوي الذي شمل خزانات خور بقرة وبربر وتردة الرهد عن تعبئة الخزانات والسدود بكامل سعتها. وجاء ولولاية شمال كردفان المكلف السلطات المختصة بالشروع في تكملة متبقي المرحلة الأخيرة من مشروع مياه الأبيض والإيفاء بالالتزامات المالية للشركات العاملة، باعتبار أن حل مشكلة مياه الأبيض تمثل أولوية قصوى لحكومة الولاية. وتفقد والي شمال كردفان منطقة سدرة وجبل الداير في أعقاب السيول والأمطار التي تعرضت لها المنطقة مؤخرا، وجه بالإسراع في صيانة الطرق العابرة لمجرى خرب حبل لتسهيل حركة المواطنين. عملنا اليوم رحلة في اتجاه جبل الداير لتفقد غرية سدرة من الجو، وذلك لتعذر الهبوط في المنطقة، والحمد لله الوضع مطمئن. وبالمرة كانت الرحلة أيضا شاملة للمصادر الجنوبية للمياه، والكل يعلم يعني مشكلة مدينة الأبيض في الصيف تحديدا في المياه. آلت الولاية على نفسها أن تعد العدة للفصل الصيف وتوفير المياه للمدينة من هذه الأيام، أيام جمع المياه في المنطقة الجنوبية. فكانت الرحلة شاملة لكل المصادر، مصادر تجمع المياه في المنطقة الجنوبية في بنو ومنطقة بربر. من جهة أعلن مدير مياه الأبيض مختار بكر حصد أكثر من 20 مليون متر مكعب من المياه بالمصادر الجنوبية لمدينة الأبيض، وبشر باستقرار الإمداد المائي للمدينة خلال ذلك من واقع حجم المياه المخزونة هذا العام. خزان بنو مليون متر مكعب، وبقرة والعين 8 أو 12.5 متر مكعب، وبربر
8.5 متر مكعب، كل المياه في خزانات المصادر الجنوبية 22 مليون متر مكعب، ودي مياه كمية كبيرة مطمنة. وفي الزيارة يمكن الأخ الوالي اطمأن على هذه الكمية من المياه، والوقوف على الشركات اللي هي تكمل الخط الناقل من الكهرباء والمحطة التشغيلية لمحطة بنو. إن شاء الله الصيف الجاي وعدين الناس موعودة بكميات مياه مستقرة. تمكنت إدارة جمارك ولاية ضرب وحدة مكافحة التهريب من ضبط 25 طنا من المواد المحظورة كانت في طريقها إلى داخل البلاد عبر عدة نقاط حدودية، وقدرت مبالغ بحوالي 10 مليون جنيه. وقال مدير شرطة ولاية القضارف إن هذه البضائع غير المطابقة للمواصفات السودانية والمخالفة لقانون الصيدلة والسموم، تمثل مهددا للاقتصاد القومي ومدخلا لأمراض خبيثة قد تصيب بعض الشباب وتهدر طاقاتهم التي تعول عليها البلاد في مرحلة البناء الوطني. القيمة السوقية لهذه البضائع الغير مطابقة للمواصفات السودانية تبلغ 10 مليون جنيه، كلها دخلت عبر التهريب من خلال البوابة الشرقية للبلاد. جهود الجمارك ومكافحة التهريب بولاية القضارف منعت تداولها لتحمي بذلك صحة المواطن أولا واقتصاد البلاد ثانيا. حوالي 25 طن قيمتها حوالي 10 مليار جنيه سوداني، فدي كلها نحن في إدارة مكافحة التهريب درجنا لأنه نحمي المواطن من هذه السموم الضارة وبتدخل للبلاد عن طريق التهريب. فالإدارة بتاعت مكافحة التهريب تعمل بجد، وهي يعني دي واحدة من إداراتنا العامة الموجودة في السودان. فكل السموم دي بتخش من دول الجوار عن طريق التهريب، وهي مضرة لدرجة يعني بتعمل سرطانات. معظم هذه المواد مضرة بالصحة ومحرمة وفقا لقانون الأدوية والسموم. أثمانها العالية والإقبال عليها بلا وعي دفع المهربين للمتاجرة فيها، وهو ما جعل السلطات في كامل الجاهزية حدا لهذه الظاهرة. تكلفة هذه البضائع المبادلة اليوم 10 مليون جنيه سوداني. كما يعلم الجميع، هيئة الجمارك ممثلة في قوات مكافحة التهريب تغطي جميع أرجاء الولاية في محاورها المختلفة. هذه الكمية نتاج لدخول البلاد بصورة غير شرعية. حماية الاقتصاد السوداني وهو في مرحلة التشخيص للتعافي تعتبر مسؤولية تضامنية تتطلب بحسب معنيين وعيا من كل الجهات. هذه المستحضرات يعني قيمتها قيمة مالية كبيرة أيضا، يعني أيضا هي تهدد الاقتصاد السوداني والاقتصاد الفردي للشخص الذي يحاول أن يستخدم هذه المستحضرات. فمن هذا المنطلق يعني ننبه كل إخوتنا التجار وأيضا شبابنا وشاباتنا بالابتعاد عن هذه المستحضرات. أكثر من 20 طن من المواد المحظورة وبمبالغ مليارية تعتبر مهددا حقيقيا لاقتصاد البلاد، وبابا واسعا لأمراض قد تفتك بأجيال شابة يمكن أن تمثل معولا للبناء الوطني. محمد الفاتح، الشروق، ولاية القضارف. شاهدين جولتنا.